السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. قبل ما نبداو لا فيديو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. البنات اللي ما اشتركتش في قناتي تدخلوا تشتركوا وتضغط على زر الجرس ليصلكم كل الجديد. كيما راكم تشوفوا يا البنات مع البرد هذا اللي جا، حتى نقولنا صاي الدنيا صيفت وصاي صاي دوكا رجعنا للبرد. كيما راكم تشوفوا انا اليوم سخفت على المحاجب، هيا دخلت للكوزينه قلت نديرهم عشاء. دخل المولاي بيتي قال لي واش ديري؟ قلت له ندير المحاجب. ايه وقال لي المحاجب في العشاء. قلت له اليوم محاجب مع البرد هذا. هنا احنا رانا في اسمها في العاصمه شويه، يعني مش برد الحال كيما الشرق بصح يعني برد الحال. هيا قلت له هو اليوم مع البرد هذا لازم لنا المحاجب فرات. قال لي كليهم وحدك. قلت له انا كلهم وحدي درتهم انا ناكلهم انا، والله غير هما هو ولدي اللي كلاهم وحدهم، انا غير شويه باك نحيد السخفه فرات. المهم كيما راكم تشوفوا هنا جبت الدقيق، كيما تعرفوا العجينه تاع شخشوخه الدقيق والملح والماء. انا درت هذه العجينه هذه الساهله تاع كيما قلنا اكسبريس، درتها في لاكوكوت وخليتها عاود تطلع غير جوست كيما تشوفوا غير عجنتها غير شويه برك هكا كيما نقولوا حنا على الخفيف. شوفوا هنا كي تبدا دير هذا النبولات هذو، يعني هنا العجينه تاعنا راهي مليحه. حطيتها في لاكوكوت من جي خليتها يعني تطلع وتطلق مليح. جيت جبت البصله الثوم كيما تعرفوا بديت نقي فيها. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي حطيتها هنا في لاكوكوت. قلت لكم جبت البصله والثوم، انا الحاجب نشتي نستعملهم بالبصله ديك الطويله هذيك وال فوالا. والثوم قصيتهم خليتهم ساعه مع شويه زيت، ومن بعد زدت لهم الطماطم تاع الحب، زدت لهم شويه هريسه، زدت لهم قرن تاع فلفل حار وشويه ملح، زدت لهم شويه العكري وخليتهم يطيبوا شويه، زدت لهم شويه ماء وخليتهم يطيبوا على نار قليله. خلاص هيا البنات شهيتكم، نروح نتوما ديروا المحاجب، هيا نديروا حتى حنا التحدي. اللي شافت الفيديو تاعي تنوض دير حتى هي المحاجب. والله مع البرد هذا ملاح غير المحاجب ولا عيش حار. ان شاء الله راك كاش نهار ندير لكم العيش، مي بورتون راني درته في قناتي بصح نديره لكم. كيما راكم تشوفوا هنا نقصها يعني رقيقه خلاص. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا هنا بعد ما لحت كامل المكونات كامل اللي ضربتهم، هنا قلتلكم نقص الماء ونخليها على نار قليله حتى سما تبان البصله والمكونات اللي فيها كامل. معكم كيما ذكرتهم نزلتهم شويه تاع الماء وخليتهم يتقلاو. هنا بعد ما طيب مليح وتبرد نرجعوا بالعجينه تاعنا. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا هذا هو الحشو تاعنا ولا لافارس تاعنا بعد ما بردت. حطيتها كيما قلت لكم هنا زدت لها شويه الهريسه نتاع الدار باش تجي بنينه. فوالا هنا بعد ما نحيت العجينه تاعي من لاكوكوت راني نلوز فيها ولا نكور فيها. انا درتهم يعني حبات كبار خاطر هنا راح ندير محجوبه تاع الرقاق، ماشي تاع الشخشوخه الرقيقه هذيك اللي تاع الرقاق، تجي برسك يعني كيما الخبز تاع الشاورما اللي نديرو، تجي شويه خشينه خاطر كاين نشوفو كاين المحاجب راهم يتفرقوا في العجين تاعهم. كاين اللي نديروها بالعجينه تاع الشخشوخه وكاين اللي نديروها كسره ديك تاع خميره اللي فيها لافارس حتى هي، وكاينه هذه الرقاق هذه تقريبا يديروها المبسكره يديروها بزاف بزاف، يديروها اكثر من هذيك تاع الشخشوخه هذيك وتجي بنينه بنينه بنينه. شوفوا تجي تهب الفرات. فوالا كيما راكم تشوفوا بعد ما لوزت نزيد نخليهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق هكاك، نقفل عليهم ندير باش ما يدخلهمش الهواء، ما ديرش هذيك لاكوكوت هذيك على الفوق، نخليهم مدة 10 دقائق ونرجع ان شاء الله نخدموا مع بعضنا المحاجب.
انا ما درتش بزاف، درت غير شويه برك، باسكو غير انا وراجلي ولدي هنا برك في الجزائر، وولادي في خنجله، وبنتي راهي تقرا في سطيف. من قلت غير ندير شويه برك ما يتكلوش وكذا، والله غير كلاو هما. انا نحيت كيما قلت لكم السخفه فرات. فوالا كيما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش تجي العجينه تاعهم، شوفوا راهي كيما قلت لكم ما تجيش يعني رقيقه بزاف، ما تجيش كي تاع الشخشوخه. فوالا تجي هيك بعد. شوفوا كيف هتجي، اسمها تجي كي الرقاق هذاك الخشين شويه. نحطها فوق الطاجين تاع شخشوخه. فوالا هاكم تشوفوا فيها كيف تجي. دوك انا نحطها فوق الطاجين تاع الشخشوخه، نطيب وحده ساعه ومن بعد نعاود ندورها باش نحط لها فخس. هنا كي شتو هذيك الخبز تاع الشاورما بخاسك تجي هكاك بعد. يعني حتى الطياب تاعها تجي بخاسك تاع الخبز تاع الشاورما. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا، بعد ما لحت يعني دورتها درت لها فخس، زدت وحده في فوقها وخليتهم طيبوا. شوفوا كيف تجي، هاي كيف تجي هيك بعد، تجي محجوبة وتكون شوية خشينة. فوالا كيما قلت، والله انا نطيبو هما ياكلو. قعدوا لي غير الزوج، قلت له غير نصورهم معاكم قبل ما يتهزوا. فوالا شوفوا كيفاش تجي، شوفوا كيما قلت لكم يجي كي هذاك تاع اللي نديرو بالشاورما، بخبز الشاورما. شوفوا يعني كيفاه تجي الكسرة تاعها. والله هذا ما بقى، وصورتهم معاكم، قلت لهم هادو غير نصورهم معاهم. شوفوا كيفاش يجيو، والله حارين محرحرين بنان يهبلوا. هيا انا درت لكم القلب باش تنوضوا ديروهم. المهم يا البنات، هذوما المحاجب تاعنا تاع كيما يقول واحد فيت فيت، وان شاء الله شهيتكم في الجنه ان شاء الله. وانا ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير.